وعايز اقول لك ان احنا شفنا امبارح تماثيل فرعونية. التماثيل الفرعونية دي عملها النحات حازم تركي. حازم تركي يا ترى خد وقت قد ايه؟ التكليف جاله امتى؟ على اي اساس اختار هذه التماثيل؟ معايا على التليفون النحات حازم تركي. مساء الفل يا فنان. مساء الفل يا استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، عايز اعرف منك كيف جرى تكليفك باعداد هذه النماذج من التماثيل؟ هل انت اللي اخترت التماثيل اسمائها ولا وزاره الشباب والرياضه ولا ايه؟ والله يا فندم هو جالي ديزاين من الشركه المنظمه بالاشكال دي، بالتماثيل ديت، بالاسامي بتاعتهم بنفس الاسلوب النحت ده. اللي هو باستخدام الفوم؟ باستخدام، انا استخدمت خامه الفوم لانها خامه خفيفه ونقدر ان احنا نصنع منها اي مقاس احنا عايزينه. تقدر تصنع منها. طيب الوقت اللي استغرقه التماثيل قد ايه؟ 8 ايام يا فندم. 8 ايام. كم تمثال؟ اربع تماثيل يا فندم. بواقع يومين لكل تمثال. نعم يا فندم. هو في ايام دخلت في بعض، يعني احنا كنا بنشتغل حوالي يومين ونص او ثلاثه للتمثال الواحد. بس كنا التمثال الثاني قد بيتعدى مع التمثال الاولاني كده يعني، واخد حضرتك؟ والنوم جه لعينيك ولا لا يا فندم؟ خالص خالص والله. فضلنا شغالين 24 ساعه في ال 24 ساعه. طب بالنسبه لتمثال انوبيس اللي حصلت عليه ازمه واللي اتقال عليه ده اله الموت، هل ده غيرته؟ هل ما قلت لهمش ده لا اله لا الموت؟ بص يا فندم، هو التماثيل هم الاربعه خلصوا مع بعض وراحوا الاستاد الاربعه تماثيل مره واحده. اللي صور التمثال في الاول او نزل وحصلت عليه الضجه اللي حصلت كده في الفيسبوك ان هو اتقال اله الموت، والكلام اللي هو ظهر على الفيسبوك كده اله الموت في استاد القاهره، كلام كده ما يصحش نتقال. اولا ده هو مش اله الموت، هو انوبيس يعتبر هو حارس المقابر او حارس العالم السفلي او العالم الاخر للفراعنه، ودي كلها رموز. بس تم الغاء هذا التمثال وسحبه. تم الغاء التمثال وسحبه. نعم. انا بشكرك فنان الكبير النحات حازم تركي، المثال المصري العظيم اللي اسعدنا بتصميم اربع تماثيل او نحتهم امس. ايضا عايز اقول لك وسائل الاعلام الدوليه العالميه من امس فور افتتاح البطوله، مش المباراه، المهرجان اللي اتعمل والاحتفاليه، والكل عمال يشيد، عمال يقول لك نتيجه مبهره. صحيفه اس الاسبانيه: مصر قدمت حفلة رائعة يليق بسمعة البطولة. الجارديان البريطانية: توجيه تحية لفريق العمل. بي بي سي تصفه بالمذهل، والصحافة العربية بتشيد، سواء التونسية، المغربية، الجزائرية، الإماراتية، الكل عمال يحتفل ويشيد. كان محدثي من شوية دكتور محمد فوزي من وزارة الشباب والرياضة بيقول لك إجمالي عدد اللي شافوا الاحتفالية والمباراة امبارح 2 مليار. يعني انت بتتكلم في حوالي 30% من سكان الكرة الأرضية. هل انت عندك دعاية أكبر من كده ودعاية عظيمة؟ معايا على